بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 23. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وقال الوليد: قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار. قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه التسامح في ما يصيب الإنسان من الحمار أو من البغل إذا كان يركبه أو يحمل عليه، أصابه شيء من ريقه أو شيء من عرقه، أنه يتسامح في هذا، وهذا من إزالة الحرج عن الأمة. نعم. وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد وينصرف من الدم. كان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا ينصرف في صلاته من القيح والصديد، فدل هذا على أن القيح وهو ما تكون من الدم تحول إلى قيح، وكذلك الصديد الذي ليس بدم خالص أنه لا ينصرف به من الصلاة، بل يستمر في صلاته. وأما الدم فإن ابن عمر كان ينصرف إذا أصابه رعاف شديد أو دم أو خرج منه دم كثير، لأن هذا ينقض الوضوء، خروج الدم الكثير من الجسم ينقض الوضوء. نعم. وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. نعم. وهذا فيه أنهم كانوا يأتون بالصبيان إلى رسول الله، أول ما يولدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، بمعنى أن يمضى تمرة ثم يجعلها في فم الطفل ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه بالتحنيك، يسمونه بالتحنيك، فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة. هكذا كانوا يفعلون بصبيانهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن هذا الطفل، أن الرسول أجلس هذا الطفل في حجره، ففيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وتواضعه مع الأطفال، أجلسه في حجره فبال الطفل في حجره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش بالماء وينضح بالماء، لأن نجاسة بول الطفل مخففة ما دام أنه لم يأكل الطعام وإنما يتغذى بالحليب، فنجاسته مخففة، يكفي نضحه بالماء ولا يحتاج إلى غسل كثير مثل غسل النجاسة. نعم. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل. نعم.
في هذا الفرق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى بالحليب أن نجاسته مخففة يكفي فيها النضح بالماء، وأما الجارية وهي البنت فإنها مثل الكبيرة لا بد من غسل بولها. نعم. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. هذا إذا أكل الطفل الطعام فإن بوله كبول الكبير لا بد من غسله كغسل بول الكبير، إنما تخفيف بوله نجاسة بوله إذا لم يأكل الطعام تغذى بالحليب فقط، وأما الجارية فلا فرق بين كونها رضيعة أو كبيرة يغسل بولها كبول الكبيرة. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا فيه النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب، إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبع مرات، سبع غسلات، إحداهن أو أولاهن أو أخراهن في حسب الروايات بالتراب، يعفر بالتراب، فهذا فيه أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا بد أن تغسل سبع مرات وأن تعفر بالتراب في إحدى الغسلات ليجمع في ذلك بين الطهورين الماء والتراب. نعم. ولمسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، وله في رواية فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. يرق ما ولغ فيه الكلب، الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل، ثم يغسل الماء بعده، يغسل الإناء بعده سبع مرات. نعم. وله في حديث ابن المغفل: وعفروه الثامنة في التراب. عفروه الثامنة، اختلفت الروايات، التراب هل يكون في الأولى أو في الثامنة أو أنه يكون بصفة مستقلة أو مع الماء، المهم لا بد من وجود التراب في الطهارة من ما ولغ فيه الكلب. نعم. وعن ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوح الأبواب، ليس عليه أبواب، وكان من العريش من سعف النخل، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وكانت الكلاب تدخل فيه وتتردد فيه وتبول، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثرها وبولها، لأن هذا من رفع المشقة عن الناس ودفع المشقة عن الناس، والحمد لله. نعم. وروى أبو داود عن امرأة من غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من إناء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. نعم. هذا فيه أن دم الحائض إذا أصاب ما جلست عليه أنه يغسل أثر الدم ويطهر بذلك. نعم. وروى عن علي في حديث المذي ليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. المذي نجس، نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، إذا أصاب بدنه أو ثوبه يكفي أن ينضحه بالماء، يرشه بالماء، لأن نجاسته مخففة، وكذلك يغسل ذكره وخصيتيه بالماء
ولا يحتاج إلى اغتسال من الجنابة، يكفي أنه يغسل ذكره أو مذاكيره وخصيتيه بالماء. نعم، وأيضا ما أصاب الثوب أو البدن يرش بالماء أيضا. نعم. ولهما يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ لمسلم يغسل ذكره من باب الاستنجاء ويتوضأ لأن خروج المذي ناقض للوضوء. نعم. وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم، توضأ وانضح فرجك، يعني مخرج المذي يكفي فيه النضح والرش. نعم. وعن ابن عمر أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان به ماء، ولا ينصرف من صلاته، فإذا كان الدم الذي خرج من اليدين أو غيرهما يسيرا وكان ذلك في الصلاة فإنه لا يضر. نعم. وعصر بثرة فخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ. كذلك ابن عمر عصر بثرة، يعني حبة في جلده، فخرج منها دم فأكمل صلاته ولم يتوضأ، فدل على أن خروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. نعم. وفي حديث سهل بن حنيف في المذي قال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. نعم، المذي نجس، نجاسة مخففة، ويكفي نضحه بالماء إذا أصاب الثوب أو البدن، فإنه يكفي نضحه في الماء، ولا بد من الوضوء إذا خرج من الإنسان وهو متوضي ينتقض وضوءه بذلك، فلا بد من الوضوء، ولكن الكلام في إزالة أثر المذي أنه يكفي فيه النضح على الثوب أو على البدن. نعم. قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام. نعم، أولى من بول الغلام، بول الغلام يرش بالماء، يعني الذكر الصغير الذكر يرش بالماء، لأن وهو الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش بالماء بوله لأن نجاسته مخففة، وكذلك المذي نجاسته مخففة فيكفي فيه الرش بالماء. نعم. وعن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. نعم، أما المني فإنه طاهر، المني طاهر، فإن كان رطبا فإنه يغسل من باب إزالة الأذى، وإن كان يابسا فإنه يفرك فقط ولا يغسل لأنه طاهر، مني الرجل طاهر. نعم. وللبخاري عنها أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. نعم، إذ كان رطبا يغسل وإن كان يابسا يفرك، جمعا بين الأحاديث في ذلك. نعم. وعن ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. نعم، مثل البصاق هو المخاط الذي يخرج من الأنف، هو قذر ووسخ، فيكفي إزالته ولا يحتاج إلى غسل مثل البول والنجاسة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي تفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.